مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مانيش أقول في التاسعة مساء ولا كبقية البرامج اللي كنت نقدمها سابقا. اليوم مانيش نخاطب في المتفرجين متاعي، اليوم نخاطب في الشعب التونسي الكل باش نفسر له ماذا حصل بالضبط يوم الثلاثاء الفارط ومحاولة اغتيالي قبالة منزلي من طرف مجموعة ثلاثة من دول العربية. فتفهموا بالكلام متاعي لماذا وقع اطلاق سراح. ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي سيطلق فيها القضاء التونسي الإرهابيين ومجموعات الإرهابيين. تذكروا جيدا الثمانية الذي وقع اطلاق سراح من طرف حاكم التحقيق واللي وقع القبض عليهم بعدها من طرف الجرجاني. ميليشيات الفيسبوك والتي يعرفها جيدا واللي العديد منكم يعرفها جيدا والتي احتلت الفيسبوك منذ سنوات، قالت بأنهم عزمة غربية يعمل في البوز لإطلاق قفص قناة التاسعة. أولا أنهم يعملوا البوز لإطلاق أي برنامج من برامجي، وأنا أتكلم نادرا في حديثي الإذاعية والتلفزية، ما نقومش ياسر بالحوارات، وحتى رمضان كان مفاجأة بالنسبة للرأي العام لأني لم أتكلم كثيرا عن البرج نتاع رمضان. هل تعتقدون الآن الناس اللي كانت تفرج في الحق معاك والناس اللي تعرف مليح في الحق معاك أنه لو كان ممثل ولو كنا نهار من نهارات مثلنا في حتى حالة وعيطولهم الكل، أنه فما امرأة طلبت مني أني ناخذ مليار ونص 1 مليون دينار 500 ميل 1 مليون 500 ميل مقابل أن تأخذ حقها من الدولة التونسية ليس 5 مليارات، والناس شاهدة ماذا كان رد فعلي وقتها وماذا قلت لهذه المرأة. ونحب نقول للسيد اللي جاني أيام الحملة الانتخابية الرئاسية ليعرض علي الأموال ملايين الدولارات باش نحاز إلى طرف على طرف، والذي اتصل ببعض شركائي بأنه يعلم جيدا بأنه لا عندي حتى كون في الخارج، وتعرف جيدا الديوانة اللي تبعتني واللي عاتت لي مرة على ليجينيون في حادثة تقتل بالضحك، مسيبين كل مهربي البلاد وأنا معزمة غربية مشيت نبحث في صمت، لا تكلمت ولا حبيت نعمل باز على 4 رايس اعتقدت الديوانة اللي جبتهم بطريقة غير شرعية والقضاء بيننا بأني جبتهم بطريقة شرعية. ثم توجه بالكلام السيد سليم برحميدان وقت اللي كان وزير أملاك الدولة، وتلك القضية الوهمية اللي عارف مليح الأستاذ عبد العزيز الصيد كيفاش تعاملت ولماذا تعاملت، ولأول مرة قضية فيها شركات مش قضايا فيها أشخاص. واتهمني وقتها سيد سليم بن حميدان والنيابة العمومية بالفساد، لكن ضحهم أنه الرجاء الاتصال بالممثل القانوني، نتهم الممثل القانوني للشركة الفلانية والشركة الفلانية والممثل القانوني للشركة الفلانية والشركة الفلانية هم عزمة غربية وليس الممثل القانوني للشركة متاعي، اللي أنا أصلا ليس الممثل القانوني متاعها. ويشكر القاضي الشريف حاكم التحقيق الشريف الذي فهم كل الموضوع وختم البحث بعدم وجود جريمة أصلا. لها زيت محامين معايا
هاي مات 9 مساء، وانا كل اسبوع عندي زوز مواعيد معاكم، ولا عملت شوشرة ولا اتكلمت، مشيت وعملت القيس وتصورت وتهنت، معي فقط الاستاذ عبد العزيز الصيد وهو شاهد على ذلك. خلينا نرجع هذه المقدمه باش نقول لكم انا ما نحبش نعمل بوز. كي جيت حاب نعمل بوز انا يزيد 100 محامي كيما يعملوا الناس الكل، 200 محامي كيما يعملوا الناس الكل، مشيت وحدي، تعرفت على القيس، حكم التحقيق كان شريفا، ليس كل حكم التحقيق اللي عندنا اليوم، وهذا اتهام مباشر. العديد من الموجودين في القضاء اليوم من وكلاء الجمهورية إلى قضاة التحقيق بأنهم غير مستقلين بالمرة. خلنا نبدأ ساعة نهار 3 اللي فات. شو اللي صار 3 اللي فات؟ كنت في القهوة في المقهى المقابلة منزلي، في نسكن السيد اللي جاء نهار الجمعة، نهار اللي أنا روحت من بيروت، وزوز من الناس أخرين اللي جاءوا سبقوا نهار الأربعة وسكنوا في البلاص اللي مقابلي أنا نسكن فيه. نسمع في حس الآن قدام الغرفة متاعي اللي أنا موجود فيها. قلت بأني عمري في حياتي لا حبيت نعمل بس. نهار الثلاثة اللي فات رجل في المقهى حاط التليفون يستمع لمدة 15 دقيقة دون أن يتكلم أي حرف، فشكيت بالأمر لأني منذ مدة وأنا أشك في أن هناك محاولة لاغتيال. منذ رفعت رئاسة الجمهورية الحماية عني، ومنذ قرر وزير الداخلية أو لم يقرر، أنا لا أعلم، أنه لو كان وصلوا لي المراسلات اللي عملتهم الكل، لأني بعثت العديد من المراسلات إلى وزارة الداخلية دون إجابة من طرف وزير الداخلية، لحماية شخصي بما حماية مقر التاسع. اسألوا عن عدد المحامين اليوم في تونس، واسألوا رئاسة الجمهورية، قلت أنا رئيس يعلم أو لا يعلم، لماذا رفع الحراسة عن شخصي ولم يرفعها عن نوفل الورتاني، وما يفهمنيش نوفل الورتاني بالغلط، نحب تقعد عنده الحراسة. اسألوهم الكل علاش نحاول الحماية الأمنية وحماية رئاسية، وعلاش أصلا بعدما أنا نحاط الحماية طلبت حماية من وزارة الداخلية إلى يوم الناس هذا ما جاتنيش. طلبتها من السيد محمد علي العربي اللي موجود اليوم في تركيا، أتاشي في سفارة نغادي. السيد هذا لما اشتبهت به نزلت لقيت الشرطة اللي تحرس في مقر بيزنس نيوز، تجأت إليهم فجاءوا بسرعة كبيرة. ما عادش عندي بطارية باش نحاول اني نزل، وكل الابحاث اللي صارت في مركز البحث تؤكد محاولة الاغتيال، لانه راجل اولا قال بانه عمره ما دخل القهوة، والشهود شاهدوه هو وزوز اللي معاه نهارين قبل يحوموا حول المقهى، وكل الابحاث تؤكد صراحة بأنه كانت هناك محاولة لاغتيالي. وأنا أطالب اليوم بأن يعطوني نسخة من هذه الأبحاث، لأن السيد وكيل الجمهورية خرجهم فقط حتى ما يتحولوش لحاكم التحقيق ويصبح محضر البحث عند جميع المحامين. علاش نقولكم في الكلام هذا؟ خاطر فما خطأ كبير وقعوا فيه الناس اللي تعتقد بأني كنت خايف المركز، كنت مثل عليهم لأني خايف،
واللي انا تعب. نحن نقول لكم انه فما ناس اخرين جات من بعد ما سمعت بان الليبيين موقوفين واقترحوا عليا لاول مره في حياتي عمري ما ريتها ما همش البوليسيه تاع المركز انهم ياكلوني ملوخيه. عمركم شفتوا ملوخيه في المركز؟ هذوما ناس اخرين جاوا وانا نعرفهم مليح واللي هما يسمعوا فيا تاع اللي ما عرفوش اللي انا تمكنت من معرفه ارقام الثلاثه الليبيين والان ساتحدى من وراءهم واي واحد ينجم يكذبني. كي خذيت ارقام الليبيين الثلاثه هناك شرفاء في وزاره الداخليه مدوا لي بكل تفاصيل مكالماتهم يوم الاربعاء يوم بعد محاولة الاغتيال وبعد ما أطلق سراحهم السيد وكيل الجمهورية حتى يغادروا البلاد. ما اكتفيتش بهذا، الشرطة الداخلية مدوني بكل أرقام اللي طلبوها واللي طلبهم، ونحب نأكد لكم بأن الأرقام غريبة ومسترابة وفيها أطراف داخلية من وسط البلاد أعرفهم جيدا واسمعوا فيا اليوم واتصلوا بالسيد هذا وأعرف تنقلات على خطر شرفاء الداخلية التليفون كيبدأ يتكلم يعرفوا بالضبط هو وين. نعرف تنقلاتهم الكل واحدا واحدا والأرقام الكل تاع المخابرات الأجنبية الكل نعرفها والكل عندي. وأتحدى الجميع اليوم لو كان واحد منهم ينجم يكذبني. بعد ساعة يجيكم تسجيل ثاني أو بعد يوم في صورة اللي ما حصلش الآن سيحصل غدوة أو بعد غدوة بالأسماء والأرقام. ولو كان واحد يحاول اليوم يغير رقمه أو يمس أي حاجة من لي سيستيم تاع لي تروز أوبيراتور أورانج تونيزي تيليكوم وأريدو ويحاول يفسخ أي حاجة لأنهم عندهم أكسي من وزارة الداخلية ستكون حجة أخرى عليها. لأني ما اكتفيتش بالأرقام اللي جاتني شرفة الداخلية، الأرقام اللي لقيتهم في القائمة مشينا أكثر. شكونهم وبشكون يتصلوا؟ الآن أنا في أوتيل بالخارج ويوم وصولي يوم الجمعة جات ناس عندي جنسياتها وأرقام باسبوراتها وشكون بعضهم ومصورين عندي وكل تصويرات وتسجيلات لواقع اغتيالي الليلة في هذا البلد الآمن شغل الرأي العام. وطالب من هذه الجهات العربية انها فورا وانا نحكي والشرطة السويسرية تعلم بكل الموضوع، كل الموضوع عند الشرطة السويسرية اللي انا موجود فيها في هذا البلد الديمقراطي الآمن المحترم الذي يحترم فيه المواطن وتؤمن فيه سلامته. الأربعة اللي جاءوا نهارة الجمعة يوم وصولي بالضبط إلى هذا النزل عليهم أن يغادروا الليلة وإلا سأكشف جنسياتهم وشكونهم بالضبط وراني صورته وراني نعرف كل شيء. وأطالب أيضا بأنه المخابرات الأجنبية الموجودة الآن في هذا النزل أن تغادر فورا. ونحن نقول لكم بأن من قتل شكري البلايد ومن قتل شكري البراهمي محمد البراهمي عفوا الله يرحمهم الزوز هما نفسهم اللي حاولوا اغتيالي نار ثلاثة وهما نفسهم الموجودين في النزل هذا بشهادة العديدين الساكنين في هذا النزل
واللي انا موثق كل تحركاتهم بالكاميرا بالصوره والصوت. ونطلب من الناس ومن الدولة التونسية ومن رئيس الدولة ومن رئيس الحكومة بأني أملك كل المعلومات لمن حاول قتلي ولمن قتل شكري بالعيد ومن قتل محمد البراهمي، وأعرف جيدا كيفاش مات طارق المكي وشكون حط له الفياجرا في كأس عصير كي يموت، وأعرف كيف مات فوزي بن مراد. وأنا لست مجنونا، أنا صحفي أعرف ما أقول وأملك كل الأدلة على الوطنيين الشرفاء اليوم إنهم يرجعوا للبحث، وإنهم الناس اللي ساهمت من الداخل في محاولة اغتيالي إما أن تغادر البلد فورا فورا، والأفضل أن يكون هناك رجل في هذا البلاد، أن يفتح بحث عن الأرقام اللي وصلت واللي قال بيان وزارة الداخلية بأنه ما لقاوش أرقام مشبوهة. وأنا قدامي قدام رئيس المركز شفت كيفاش السيد يتلقى في التعليمات في التليفون اللي طلبه هو للرقم الليبي، وقدامي كيفاش أنا ورئيس المركز الشريف قبل أن تدخل جهات أخرى وتجي للمركز وأطلبه للشهادة أمام الله بأنه كان يطلب تلت خمس دقيقة في نفس الوقت يجيوه ديلايت 5000 و4000 و10000 و5000 باش ينجم. بالطبيعة اللي جاوا من بعد هما اللي فهموا السيد وزير الداخلية أنه معزي هلوس والناس هذوما كانت في الكلينيك. السيد الليبي لما وقع القبض عليه قال عمري ما دخلت القهوة هذه، فجابوا السيرفر قالوا لا دخلت وجيت البارح وجيت ود البارح وحمت حول المكان. كل هذا موجود في البحث، خرجوه البحث مش بشأن التفاصيل الأخرى، لأني يعني أعرف من بالضبط حاول اغتيالي، وعليهم إما أن يغادروا البلد أو نفتح التحقيق باش تفهموا عصابات المافيا التي تعمل اليوم في تونس. ونحب نقول أيضا في الأخير بأني أعرف ماذا حدث بالضبط في باردو وفي نوزل الإمبريال والمتورطين فيه من الداخل والخارج، وأنا لست برجل لا يقول الحقيقة، وأنتم تعرفوني مليح. ميليشيات الفيسبوك اللي باش تحرك تو وباش تقول بأني رجل مجنون، يتفضلوا أني ستشوفهم أيضا. مافيات القتل عندي بالأدلة منذ سنوات وأنا بحث الموضوع، لكنه لما وصل الأمر إلى محاولة الاغتيال على خاطرني عرفت حقيقة مقتل شكري بالعيد محمد البراهمي، أعلم جيدا أن كل من سيتعرف على الحقيقة سيقع اغتياله أو قتله وسيموت بنوبة قلبية كما صار للمناضل فوزي بن مراد بعد كونفيرونس دو بريس الشهيرة، واللي قالوا لكم وقتها بأنه مريض بالقلب. قتلوا مرته للشهادة وقولوا لها تقول بالضبط شنو قتلي كي كلمتني في التليفون. اطلبوا بو الشهيد اللي قتلوا في قبلات، وقولوا لبوه الشريف شنو كان يقول لي في التليفون وماذا اكتشف ابنه في ديسك وفي في في ديسك في البي سي متاعه وفي فلاش ديسك. قولوا له يقول قبل ما يأثروا عليه، والذي جاء أثروا عليه وأصبحت أخته وزيرة وكاتبة الدولة سقراط الشارني قتل
لأنه تمكن من معرفة الحقيقة. ماذا يفعل سقراط الشيباني في بلاد وقته؟ من أعطاه التعليمات؟ سأجيبكم، سأجيبك على كل أسئلتكم. البلد في خطر، ليس خطر الإفلاس، البلد تحت أيدي مافيا السياسة والمال والناس اللي كل ما يهمها هو مصالحها والأموال الكبيرة اللي تلقى فيها من الخارج، سواء في الحكم أو في المعارضة. وننبه من الآن، صاحب الرقم 50 5، وبعد هو يعرف إنه ما يعمل حتى محاولة باش يسكر تليفونه، لأني عندي كل اتصالاته السابقة، وأي محاولة منه ستكشف. وهذا الشخص أعرف جيدا انتماءاته ولمن ينتمي. فقط سؤال، أنا كنت نسمع تحت النسيج الأمني في أريانا، أنا وبعض الزملاء الأخرين كما زياد الهاني، سيد محمد البراهمي رحمه الله كان يسكن أيضا في أريانا. هم نسأل عجاء ليش جت ورقة السيئة وقالت بالاسم أنه السيد هذا سيقع اغتياله، ليش ما عطوش في القائمة اللي أنا فيها؟ أنا أهم منه، أنا مش مهدد وقته. يكفي كان يحطوه وقتها في النسيج الأمني، معناها كره بالدور، تقعد الدور محمد مرامي كانش يموت. ورجعوا لآخر كلمة قالها في البرلمان، تفهموا علاش مات. ورجعوا لآخر كلمة قالها فوزي بن مراد في الكونفرنس دو بريس نتاعو الشهيرة، تعرفوا علاش مات. الآن نحب نأكد بشهادة الناس الموجودين في النزل اللي أنا فيه، وجود 4 من جنسيات عربية جاءوا لأول مرة لهذا النزل في حياتهم، مصورهم أنا، أطلب من دولهم أنهم يغادروا فورا قبل أن أكشف شكونهم بالضبط وأسمائهم الكاملة وباسبوراتهم، وأطلب فورا من الناس الوطنيين في الحرس الوطني، في وزارة الداخلية، في وزارة العدل، في رئاسة الجمهورية، في رئاسة الحكومة، أن يتخذوا الإجراءات اللازمة ويفضحوا الجميع. ويكفي كذبا، يكفي كذبا على هذا الشعب اللي مش لاقي ياكل، يكفي كذبا على هذا الشعب اللي كذبتم عليه وسرقتم ثورته وسرقتم أمواله ونهبتموه إلى درجة إفلاس الدولة. يكفي كذبا. السيد البيجي قائد سبسي يكفي كذبا. رئيس الحكومة هو اللي معه، والسيد الرئيس وكل محاولات اللي عملهم في السابق للتوافق وغيره والكلام هذا، أنا لا أتوجه اتهام لأي حزب، بل أتوجه باتهام إلى أشخاص، إلى أشخاص معينين في أحزاب معينة، هم الذين ساهموا في كل هذه الاغتيالات. والصدف السعيدة شاءت أني نلقى في تليفوني 25 لوجيسيال ديسبيوناج تنوريه لكم في وقت لاحق. كنت مسموح حتى وأنا ما نتكلمش، لكني تكلمت برشا لأيامات الأخرى وقلت ما نحبش المصالحة، وإذا نتصالحوا نتصالحوا مع الفساد الكل، حتى الفساد اللي بعد 14 جانفي اللي هما برشا، وحتى الفساد اللي نحاولوا تحجير السفر. ونحب نقول للسيد رئيس الجمهورية إن كان يعلم أو لا يعلم بأن واحد أشخاص هددني، وموجود الفيديو عندكم، بعد الطيارة ولم يتحرك أحد، بالاسم أنا وزميل سفيان بن حميدة. ماذا فعلتم؟ بين مقتضب مضحك.
يتحدث عن حرية الصحافة والتيار، دون أن يتحدث عن الأشخاص التي تكلمت باسمه. ميغالو تكلم باسمه في عملية استقصائية ما زلت أعلم جيدا، وكان فما شريف من شرفاء وزارة العدل سمعنا التسجيل حتى تفهموا ماذا يحصل في البلد، ولكنهم ما شمعوا حد التسجيل. أطلب من المحامين أنهم يطلعوا على التسجيل، أطلب من المحامين أو من القضاة الشرفاء أن يطلعوا الناس ماذا فيه التسجيل. وهذه حكاية فرعية الآن لا تهمه. وزميل سمير الوفي حلقة ضعيفة، وقلت للرئيس المحكمة، هذا الرئيس الشريف اللي اجتعنته، بأنه سمير الوافي حلقة ضعيفة في عصابة كبيرة، لكن للأسف هناك من يريد أن يحمي هذه العصابة من الداخل ومن الخارج. هذه مداخلة أولى، ستأتي المداخلة الثانية إن قدر للحياة في مكان أعتقد بأنه آمن الآن بفضل تدخل. الناس اللي في هذا النزل ومدير الشريف واللي لا يحذو كل التحركات المستعربة في هذا النزل، وحذاري حذاري أي تكذيب، أي محاولة لإخراجي كمجنون، نحكي سورتو على ميليشيات الفيسبوك، بأن الحديث القادم سيكون أكبر وأخطر. قوموا لبلادكم، اقفوا وقفة رجل واحد غير ما تكسروا غير ما تفسدوا، حافظوا على هذا البلد، ولكن افهموا أن من يحكم فيكم اليوم حكومة ومعارضة، حكومة خاصة وائتلاف الحاكم، سيؤدون إلى خراب البلد. اللي سرقوكم ثروتكم، يا الشعب الفقير الكادح اللي ياكل بالزبلة، فليتحرك الشرفاء. وجه كلامي الآن إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ليتأكدوا مما قلته، ويأخذوا أرقام الهاتف، وكان ما عندهمش، أنا عندي كل شيء بطبيعة، عندي كل المكالمات متاعهم. التقيت بصديق معز السيناوي وفهمته كل شيء. إن شاء الله أكون بلغ رسالة إلى رئيس الجمهورية. نلقاكم ربما قريبا، لن أغادر البلد، سأعود وأرفع لي أي قضية كما حاولت تعمل، كما حاول سيد بن حميدان يعمل. أنا لن أموت إلا بجانب قبر أبي وفي بلدي. والتاسعة سترون المفاجآت التي ستبث، وسترون بأنها ستكون غير معز بغربية إلا في بعض الأحيان، لأني ما عنديش الهلو السوي الهاجس من تعني نطلع في التلفزة. طلعت ياسر بذولي حتى كرهتوني. تكتشفوا الشباب الناشط الوطني المهتم بقضايا وطنه في الأيام القليلة القادمة. تصبح على خير.